عيني لعين واصبر في سنة حيرة وتعزيم ولا انت هنا وملكش نصيب فيا انا ارجع لك مين ما تفكرني باللي جرى ما ترجعني تاني ورا راجع مشتاق ليه يا ترى وازاي ليك عين عداني العين واصبر في سنة حيرة وتعزيم ولا انت جينا وملكش نصيب فيا انا ارجع لك يا حبيبي كان زمان هي دي تيجي اديك امان انا يا سيدي حرتاح كده نصيحة مني تنسى اللي كان قلت لك انا عمري ما هنسى قرب بقى تؤمن افعالك وفر اعذارك وانسى بقى ما تقوليش فرصة ونتفاهم شكلك كده حافظ مش فاهم من اي فراق بين اللي بدا والبادي اصلا انت بتحلم انا عمري ما هرجع مهما اتدمع ما بقتش خلاص على نياتي ما بلاش بقى تحلف بحياتي عارف اللي حيجي بعد كده تتمسكين علشان تتمكن لكن المرة دي ده مش ممكن تضحك على مين ده إلا أنا والبادي أصلا أنا هحكي حكاية الغزالة اللي اشتكت للنبي بقول يا موحدين ربنا صلوا على الهادي واسمع حكاية الغزالة اللي اشتكت للنبي الهادي يا سلو مطار حبيبي حاضر قالت له يا هادي انا وانا طالعه اجيب الاكل لاولادي صدم اليهودي واليهودي كبار يا هادي صدم اليهودي واليهودي كبار يا هادي وحبسنا عنده بقاله يومين وانا سايبة صغاري جوا على اتنين قالت له اطمني عنده يا هادي وانا ارجع له بعد يومين ربت سيدنا سابي ربت سيدنا سابي قال لليهودي اترك الغزالة ونضمنها لك تجيلك بعد يومين رد اليهودي من جهله ما هو اصله ما يعرفش سيدنا النبي قال له ده رزقي ورزق اولادي يا هادي رد سيدنا النبي
دم اليهودي بقول لك اترك الغزالة وانا حضنها لك تيجي لك بعد يومين. ترك اليهودي الغزالة رجعت لأولادها بتبكي قالت لهم يا أولادي أنا وأنا طالعة أجيب الأكل. صمر يا بودي مليون شوية أحمد مليون أحمد شوية شباب الشغل بتبص عليك ووائل فضل وحدس ده أنت بص عليك والكلام ده بيتضرب ما يرضي الله. احنا عايزين نسمع الكلام ده منك وما يرضي الله. ماشي يا أحمد قول من الأول تاني عشان فرق عند 12 وبعدين سعم سلم رضا. ايوه سلم عالشهداء اللي معاك ابو شوقي عشان شباب الشهداء. سلم على كل اللي هناك والشراعنة او مرضك تمن الحرية. لكن بلدك مش نسيان سلم عالشهداء اللي معاك سلم على كل اللي هناك عمرك كان ثمن الحرية. لكن بلدك مش نسيان وشك متسوق في الطريق امك صفرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك على الثاني ارتاح انت وحقك. الاحساس العالي والاحساس نعمه دكتور اسلام دياب حبيبي. أنا هحكي حكاية الغزالة اللي اشتكت للنبي الجادي. قالت له يا هادي أنا وأنا طالعة أجيب الأكل لأولادي. صل يا جودي وين يا جودي غار يا جادي. الله صم اليهودي واليهودي غفر يا جادي. وحبسنا عنده بقاله يومين وانا سايبه صغاري جواه الاتنين. قالت له اطمني عنده يا جادي وانا ارجع له بعد يومين. رد سيدنا النبي قال لي اليهودي اترك الغزالة وغضبان غالك تجيلك بعد يومين. رد اليهودي من جهله ما هو اصله ما يعرفش سيدنا النبي. قال له ده رزقي ورزقي اولادي يا هادي. رد سيدنا النبي قال لي اليهودي بقول لك اترك الغزالة وانا حضنها لك تجيلك بعد يومين. ترك اليهود الغزالة رجعت لأولادها بتبكي قالت لهم يا أولادي أنا وأنا طالعة أجيب الأكل. صم اليهودي واللي ضمني عند النبي الغادي. شوف رد أولادها كان علينا حرام لما توفي الدين اللي ضمنت فيه النبي الجادي. رجعت الغزاله
قتل سيدنا النبي شافها اليهودي شافها اليهودي شوف رده كان ايه قال له يا هادي بحق ما ضمنت الغزالة ترجع لي بعد يومين تضمني يا هادي عندي لقى رب العالمين. العشرة سمر والعريس والحامل عمته وبس وبس كده قول بالله كده الكلمة ده ما سألش سقفة قمر طلع سقفة طب صفارة بقى صفارة يا رب انت اللي يا مالي حبيب غيرك عهدتك ليوم الازل معبود في يوم غيرك ونفسي عودت انا ما زلنا غل غيرك محل الطرفة جبال محل الطرفة